بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك أحب إلى أبينا
والله المستعان على
واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من صدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من صادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. فلما مكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه
أنا أنبئكم بتأويله
النفس لأمارة بالسوء
وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فَلَمَّا
قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا الناس لا يعلمون
ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء نرفع درجات من نشاء
فقد سرق أخ له من قبل فقد سرق أخ له من يبدها لهم قال أنتم شر مكانا أمرا فصبر جميل
تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إن خاطئين
وجاء بكم من الإثم
وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي سنا عن القوم المجرمين.
قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى وتفصيل كل شيء.